بث تلفزيون البحرين مساء أمس برنامجا خاصا حول سياسات قناة الجزيرة القطرية المعادية لمملكة البحرين بمشاركة نخب أكاديمية وحقوقية، أكدوا من خلاله على أن قناة الجزيرة تسعى لتفتيت هذه المنطقة. وفي هذا الصدد قال الكاتب الصحفي إبراهيم النهام إن قناة الجزيرة تعتبر ذراعا للاستخبارات القطرية. لا يوجد في دولة قطر نظام عدالة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. استشهد بذلك قناة الجزيرة التي تدعي بأنها قناة تمثل الرأي والرأي الآخر. قناة الجزيرة اليوم أنهت تقريبا عقدين منذ خروجها، وأكثر من عقدين، سنة 96 تقريبا. لم نرى في أي تقرير عبر هذا الفترة الطويلة من البث المسموم يدين أي ممارسة لأي جهاز حكومي قطري بشكل أو بآخر. فالقناة موجهة إلى الخارج ومسيسة وتمثل إرادة السلطات القطرية، وتمثل اليوم تعتبر ذراع إعلامي لجهاز الاستخبارات القطري بدرجة الأولى، والكل يعي ذلك. الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة صنفت القناة بأنها قناة شبه حكومية وليست قناة مستقلة كما تدعي. التصنيف الأمريكي هذا يؤكد بشكل أو بآخر بأن ما تدعيه السلطات القطرية باستمرار بأن القناة قناة تمثل رأي مستقل هو أمر منفصل عن الواقع ولا يقارب الحقيقة. نحن لا نرى في الصحف القطرية أخي الكريم أي أعمدة صحفية أو تقارير تدين أي ممارسات أو تدين أي شبهات فساد أو تعبر عن تطلعات الشعب القطري والذي يتخطى الغدق عليه بالمال. نحن نتحدث اليوم عن الحقوق الإنسانية والحقوق المكتسبة لأي يعني إنسان على وجه الأرض، بأن يكون منسجم مع الواقع المحيط به، بأن يكون صانعا للقرار في بلده، بأن يكون مواكبا لتطلعات أبنائه نحو بناء مستقبل جديد يعبر عنه ويعبر عن تطلعات الأجيال القادمة.